التي صحبت بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات من العيار الثقيل، كما افرزت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي مواجهة عربية خالصة، حيث سيستقبل النادي الافريقي فريق اتحاد الجزائر في لقاء الذهاب. كبار القارة السمراء الذين اجتازوا دور المجموعات عن جدارة كانوا على موعد مع مواجهة واعدة من أجل تخطي دور الثمانية. الوداد البيضاوي حامل اللقب والذي تسيد مجموعته الثالثة دون هزيمة تذكر، وضعته القرعة في طريق جاره الجزائري وفاق سطيف. الديربي المغاربي سيلعب نصفه الأول في مدينة سطيف، وسيكون الإياب في الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس. الأهلي المصري وصف حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال، ربما كانت القرعة رحيمة به بعض الشيء، فخصم ربع النهائي هو حوريا كوناكري الغيني الذي اجتاز دور المجموعات بشق الأنفس، ولقاء الذهاب سيكون في كوناكري. أكثر لحظات القرعة إثارة هي تلك التي جمعت الترجي التونسي بجاره وغريمه النجم الساحلي. المباراة التونسية الخالصة ستنضاف للقائي الفريقين هذا الموسم في الدوري المحلي، وأحدهما فقط سيواصل مشوار تمثيل الكرة التونسية في البطولة القارية. أكثر المستفيدين من قرعة دور ربع النهائي هو الفريق الكونغولي تيبي مازيمبي، حيث سيسافر إلى أنغولا من أجل ملاقاة بريميرو دي أغوستو على أن يكون الإياب في ملعب الرعب بمدينة لوبومباشي. أما قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي فأسفرت عن مواجهة عربية خالصة. الفريق المصري البورسعيدي سيستقبل خصما جزائريا قويا هو فريق اتحاد الجزائر في لقاء الذهاب. أما بقية المواجهات فكانت متكافئة تقريبا بالنسبة لبعض الفرق. فريق فيتا كلوب الكونغولي سيواجه فريقا مغربيا آخر بعدما لعب مع الرجاء البيضاوي في دور المجموعات. خصمه في ذهاب دور الربع هو نهضة بركان متصدر المجموعة الثانية، في حين سيرحل الرجاء البيضاوي متصدر المجموعة الأولى إلى الكونغو لمواجهة كارا برازافيل في لقاء يبدو في المتناول نسبيا. أما رايون سبورت الرواندي فسيستضيف إنيمبا النيجيري متصدر المجموعة الثالثة.